هل الشعر عندك وراثة ولا موهبة؟ لا وراثة. أبوك شاعر؟ إيه. سمينا قصيدة من قصايد أبوك. ما أقدر. أفا أبوك ما تحفظ له؟ ما مو ما أحفظه، ما أقدر. ليه؟ ما أقدر. غير مخول. لا إنه ما. ما يطلع. لا. ما يطلع قصايدة. ليه؟ ما يبي يا أخي. شايدة قصايدة طيب. ما هو ما أخذها وراثة من أجدادي، جدي وجد جدي، جدي يقول راكب من عندنا فوق الثنية حارة انتزع الشدايد. قطعت القصيدة. الله يقطع نفس الشيطان. وشو؟ ها؟ توكل. كمل كمل. ما عليك كمل. كمل كمل. إيه. أعطاني نظرة. ما عليك ما عليك من ما عليك من. راكب. شوف سيف. شوف فيصل هذا اللي رايح جاي. ترى ما يسمعني. منو؟ فيصل هذا اللي رايح جاي سوي فيها ليلتي أنت. عذبنا يا أخي. بالله شو؟ غريبة. ليه ليه؟ هو ما يسمعك، هو ما يسمع الحين. بس لا يقطع ولا خليه يجي هنا، يقطع الرزق. خليه يجي هنا عن عبيد، خليه يجي هنا عن عبيد، يقطع القصة. خليه يجي هنا عن عبيد، خليه يجي هنا. روح من عبيد. والله لا خلي عبيد ينشف في حلقك. تخيل هو تخيل انه يجي يوقفني عشان عبيد يلقطه معاه. هذا هو معطي القفاه والعبيد. لكن ها خل انا قصر مشاهده. انت الخسران يا حرة. نقص المشاهده. يلا اعطنا نشوف. اوه طلع مع خشمي. ايش فيه؟ اكتشفت ما ولا يبون شاي. حسبي الله ونعم الوكيل. كل ذا القبيل بيكسب شاي ولا لي؟ كل ذا القبيل بذا المدح. غير جلسه ثانيه. طيب ابو امجد بس ما خشمي. بسالك سؤال. لا خليه يكمل القصيده جده. خلاص خشمه دخل فيه ليمون. لا لا. جاك. انا حاب. يا اخي انت ما تفهم، طلعت منها قلت لك انا واقف، انا واقف. هاني عذبنا. عذبني دقيقة. نسمع قصيدة الرجال. الرجال مسوي قصيدة يقول جدك لو ركبت طيارة. جدي لا خلنا نسولف. بالله عليك قبل شوي تقول قصيدة ولا قال شيء يقول كبدة من دبلة مدري. والله ما يسولف. اعطنا قصيدة يا اخي. بيوم ساكت. قصيدة جدك. جدي الله يرحمه. قصيدة ايش؟ جدك. ايه جدي. اللام شايلة. ليه؟ المفروض يقول قصيدة لجدك. قصيدة جدك. هي قصيدة جدك. الحين انا خاطبه. ما اقول انا لو ابغى اقول قصيده اقول قصيده لجدك انت. هذا قلت لك لجدك. انا ارحب ارحب. الله يبارك. يمديك يمديك يا اخي. انا مديك يا ام دجاجه. يمديك. حلو صح. يلا قمكم انهض يا اخي. بيجي اليوم متغير. يمديك يا اخي. بيجي يجلس فيصل يجلس ثاني ويجلس كله. ما نبغى يجلس الا اثنين يا اخي. كذا يا اخي. دام عليك. طيب يا شباب اللي عند السالفه. عندنا سالفه الفقره كذا. اللي عند السالفه خلاص. الحين هذا عند السالفه. طيب خليني اكمل. عندي مشاركه. يلا الله يا اخي. يلا قصيده جد. قصيدة جدي يقول هلا هلا ورحب. لا احترم جدي. لا يا غبي مو شكل. لو انها لي اوكي. لا احترم جدي. جدي هذا الله يرحمه. لا تشارك. ترقد هنيه بالمستشفى. الله يرحمه. الله يرحمه. اخر ايام ترقد بالرياض. جابوه وجنبه بالسرير بالغرفه بعد شايب مثل تعبان. فجاء زياره العصر ولد الشايب يزور ابوه ومعه قهوه بزمزميات. جدي ما يشرب القهوه بزمزميه او تذبح. دله. لو تذبحه ويزعل. المهم يوم شاف هذا جاء وعطاه قال شلون قلت شلون شبيت ضوي مع الاذان وقلت نجري ومحماسي لو يا محلى سكت الديوان نبي نسير على دنان نقضي هموم انه جاسي. دنان جدي الثاني اخوه. نقضي هموم انه جاسي يا محلى سكت الديوان في هلا جويد جلاسي. ادلال صفر ما هو سخان فنجال هن يقعد الراسي. أدق نجر ما هو طحان وحط هيل بلا قياسي. سلامتكم. ان شاء الله جدي الله يرحمه. دقيقة خلاص انا سبقتك. الله ينسيك. الله ينسيك. فاز بها الحين يا خالد. انا اشوف قصايدك انت وجدك ابياتها قصيرة. هذا يسمى ايش يسمى اي نوع من القصايد؟ لا في خير كلام مقال ودل. لا لا بس بعض اكيد. بس نسلم على بعض. يا ابن الحلال. لا ما شارك. لا ما شارك. انت قبل شيء ما معجبك شيء. تفضل. انا جدي الله يرحمه. جاي انت؟ الحين تبدون؟ ايه. يلا. بس هو؟ ايه بس هو. لا انت وياه. اشوه. سعودة بيكون عنده. جدك. سالفة عندك؟ ما عندك سالفة. لا 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 دق. لا لا لا. تذكر اتذكر. لا جد. لا لا بس اني وش عندكم انتم؟ عندي فتشين. يا رجال. فتشين عمل. جدي الله يرحمه. تعال راح يتعال في بيروت. كان خوي ومع منير ما شاء الله يرحمه. الله يرحمه. فقال قصيده. قصيدتين بس اللي اذكرها يعني جتها سستره قديمه كلام هذا ترى هو ابو ابوي.
فجيت قالت كويس إيه قالوا كويس قلت كويس ثاني قالت ريح قلت أنا قلب مرتاح هذه قصيدة طويلة سمعنا ما وصلك يا أخي اسكت ما ورانا شيء طيب اسكت اسكت خلاص اسكت أنت جيت ترى أقوم عند سعدون أقوم عند سعدون أبصم أقوم عند سعدون قم جمع الله وفقك لا 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 لا, لا كيف نسولف الحين لا هذه قصيدة هلا عاد الثانية يومنا في بيروت خلاص عادت في الليل أصنك هذا والله ما تصن شيء ترى انا احترمك يا ابن مدوخ انا كذلك واذا جت للهذا فهذا ما في هذا لا لا يقول قال في وسط بيروت ما عاد بزواره زواره ارجي من رب خلقني يرتجي فيا يا الله يا خالق المسلم وكفاره انك تشرف حكومتنا السعوديه الله ريف الضعافه والحكم فيه السطاره ايش يقول سيف معلق ولا يرتاح جزاره يذب راس الزعيم وتسنى ضحيه الله وفيصل على فيصلي وفيصل رقيب على من ولعت ناره يدخل حرائق وينقض كل الحيليه ايش يقول كل الحماه وسكن داره من سوق حضره من الباب الكويتيه هذا جدي محمد الله يرحمه الله يرحمه لدي قصيده يقول وحده اسمها ساره يحب الله يا نواف واحده واحده عشان ما يحرص الموضوع يقول كل واحد من عرب يقول كل واحد من عرب وده بساره اسمع اخر شوي يلا هي الشغل عشان عبود يجلس ترى فيك طبيعه تنقشر عبود يجلس طيب اتكلم انت ما تبغى انت زي بدر ما انت تبي احد يتكلم لا لا من لا نخليك تشول لا من جلس لا فلان تعال اجلس يا فلان فلان عندك تدشين مسكت سؤال مع اللي حولنا ابصم لا قطع سالفه يقول حسن. لا باقي انا ما رد عليك حسن. لا ارد عليك احترم جدي ادب زي مره احترم اخي احترم جدي يقول كل واحد من عرب اسمع يقول كل واحد من عرب وده بساره ساره كان ربي ما خلقها الا وحدها وحدها قايده ريم من مربيها الزباره وصفقها الريح تتعم من طردها طردها عينها توقفك توقيف الاشاره وتمر الدبدبه يخضر شجرها شجرها انا اخو مطريه رايم كنانه يا عزتي المطريه هي تخوها شرف بيك والله قصيد جدي اللي قال عند الحكم اسلم بالله يا سلام يا مسلم تحمست يا اخي في شيء مخمط انا الحين اعزز لك تك تطير ولا توقع ان شاء الله جعلك توقع ولا تطير يا اخي احترم بالجرس طيب يا جماعه انا اعزز قصيده انا ابغى يعيد اخو مطري ذي عدد اذا تحمست مع البيت ارجع البيت من قصيد من البيت ارجع قصيد جدي يا ولد ترى كنت طيب على راسي يا ولد انا ودي اخسر البرنامج ارنك هنا والله ما ترون شيء اقسم بالله ما تسوي شيء يا دواب ليه احنا بنقعد تدري المراوح هنا انا عيده وجهك من علم الحكايه هذه تكلم لو سمحت اقول لك ولا حرف اللحجه البيضاء كمل قصيده جدك ارجع من جديد كمل قصيده جدك قصيده جدك قصيده جدي انا ماني قصيده جدك يلا كمل بالله كمل نواف والله خلصت والله خلصت لا بالله خلصت تحمل ما عاد هذا قصايد ما فيها خالص يلا انت يا بالله شكرا بس والله حلو حلو يا ود بفواح الريحه تجينا من محتاجك والله الله يحرم سعدون طيب ما تبي تروح لا احد يغصب ماني برايح لا سعدون ابو مجاد قول متى تجي يلا الله يحرمك صرفني صرفني عارف انك تصرف نبيك نبيك في موضوع ضروري بالله يرجع القصيده الساره اسالك بالله احنا ما احنا والله لو حد يتكلم ها كل اللي يتكلم خلاص ابعد ابعد ابعدها ما بتقول لا تكرر معي شيء ابصم اتحمس يا لا تتحمس عندي هنا تتحمس روح بعيد يا اخي معروف اي قصيده لازم انا ما ابغى لو سمحت لا اله الا الله يقول كل واحد من عرب وده بساره كان ربي ما خلق الا وحدها قايدة ريم من مرة بيها الزبارة ونصفقها الريح تتعب من طردها لا أنا توقف توقف الإشارة أنا ما أتكلم لو تمر الدبدبة يخضر شجرة الدبدبة معروفة عند أبو بندر طبعا الدبدبة هذه أرض يعني إي عرفت عرفتها في حفر الدبدبة يلا قول قول كلمتك الشيء يا جدي لو أني حي إني مشارك برنامج والنيات هذه أنا أبو بندر أبو راشد أبو أبوك يعني أنا فهمتك يعني أنا لا أبو أنت حرمك الله قبل شيء ليش ما تفوز بي اتق الله يا ظالم يا بيتزا اسمع يا أبو بيتزا قال معشنك كل شوية حتى اسمع أبو مدوخ أنت طقيت الجرس سبك والله أبو أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو أنا والله أني أحترمك كشخص ومن فنزات تقعد بتفوت انا من فنزات من فنزينك يا نحله لا فنزاتك فنزاتي الربايع بدمك اي والله لا فنزاتك المجموعه هذا انا صح صايع عبودي فانز وفانزه انت صح اشكرك اسمع لا لا لا, لا. لا عشان تكمل سالفه تقدر لا خلاص ما لا لانه هو داخل عليك لا انقطع الخط اسمع العلم ما هو بكذا العلم ما هو بكذا يعني ما هو كذا تفضل ابو راشد عنده لا لا ايش دخلك ابو راشد طيب انقطع انقطع دخلك بدا فيها عكاش لا اله يلا يلا خلاص خلاص ابو مجاد خلاص كيف من طريق الرايد ابوك يوم درش قال
ابويا ابويا ابوي سير على جيراننا. ماذا قال لك؟ خلاص عاد شباب اذا جبت سالفه لابوي جدي كل واحد. انا جبت القبيله كلها ما احترمتها ولا سكت. لا والله لا لا والله لا انا قسم بالله لا والله على عيني طيب ومخلص من هذا المنبر اوجه تحيتي لجميع. لا والله يا اخي لا تنكبر. طيب الحين يطلع باسل يقول لا تطرق المواضيع هذه. والله ما تكلمت انا. طيب انت اللي قال لي كذا. يلا يا اخوي ابوي راح سير على جيراننا وكان سمع اني انا مشارك في برنامج منه. ما يدري ابوي. ما ابوي يحسب لقاء عابر يعني. المهم قال انشد قال يقولون انك طالع في التلفزيون تبابي. صادق يعني صادق. تعرف تبابي شنو؟ والله احنا ريلتي وشو مبابا. احنا انت عاد تحاول تصير احسن مني في مبابا. احنا مبابي كذا يعني كذا تحدي مبابي. مبابي عليه 50 مبابي ولا ميسي؟ لا لا انا في الكوره ما اعرف والله معليش. لا لا والله انا قبلك اقسم بالله نطردك والله ما نطردك يا عبد الله. لا انا ما عندك ابو راشد عنده مشارك ما قال هذا ما تخلص. شربت انا يا اخي بلاكو انت الحين دق جس يلا. لا ارجع القصيده والله العظيم يا اخي خلاص والله نبغى تصميم على حلو بالله ما تقاطعوا يلا. لا صار يفهم جو تصميم يمكن احد يسوي عليها شيء. جدي الله يرحمه خلاص. يا ولد انت شقيت جنبي كل شوي تسعى في امي قدرت تقول لي كلام هذا. اوكي مجبور فيك. مجبور انا باقي. طيب يا نسيم الليل عبد الله الريان رجيل. يا نسيم الليل عبد الله عنده سالفه السفاره نسيتها. لا لا ما عليك صدق. ايش مبادراتك الحين؟ صدقوا ايه اسمع لا ايش المبادرات عبد الله الخبر ما سمعته. عبد الله مشارك ما عندي. انت تضغط تضغط عنك النيابه احس مشارك. اوجه مشاركه لابو مجاد. صلى على رسول الله. صلى صلى يا ولد اسمع اسمع حط الكعبه انا عرض ازعجت من هذه تنظم السير والله تنظم. اسمع ليش تنظم السير؟ انا صار عصبي اليوم. انا ابو مجاد ابو مجاد ابو مجاد شنو راح اسمع اسمع انا ضغطت اخر واحد عبد الله. اوجه سالفه لعبد الله قال لهم سالفتك يوم تحط عبد الكريم بينك وبين والله انها حلوه قلها بينك وبين من؟ قلها خذ اضغط الجرس روح اسمع اي صح انسى يلا مره ثانيه عشان ما انا الشك خلاص ايه. الحين ثبت الشاشه عشان الاضاءه ايوه كاد مريض ووداني عبد الكريم مستشفى اليوم الصبح عملته معامله ستار ما يجيك لا تشارك انا باغط الجرس وكل ما جاوب انا عادي استخدمك بعد اخري كل ما جاوب يطقني بلا ما مدري ثم خليته بيني وبينه عشان بالله كيف يعني والله كانت حلوه مساء يوم سالفه والله يوم سالفه حلوه انا ما طيق لبر واذا جاوا بيطقوني اشيل عبد الكريم واخليه ستاره بيني وبينه يعني عشان ما تشوفه ليه ما كل هالشر رايح السعودية ما تشوف عيالك رايح السعودية كلها ايش رايح السعودية هو اللي جايبه لا والله ما هو اللي جايبه لا هو ايش ذي محلابه هم غير يقولون بها ما هذه الكاميرا الكاميرا الله يستر على السلم البيت راح بالمولات جاء السفارات تنادي العب يا ولدي السفارات تنادي العب يا ولدي العب العب ما هذا يا هاني العب ما هذا يا هاني ما هذا الرجال لابسين هذا الان باذن الله تعالى السفاره ستقدم لكم صدقوا وجبات تصدقوا يا شباب صدقوا والله جميل وجبات الشباب انقلب الحديقه السعوديه جت طاولة الحديقة عساك الله ما تفيد اي والله انت وياه صار منتج لا لا هذا عندهم اكل عندهم اكل عندهم اكل عندهم اصبر هذاك عندهم عيشه عندهم عيشه هذا سف ليه ما عزم اخوياك ليه ما عزم اخوياك خمسة سفري والله ما يبرايح لهم انا مقاطعنا اي قلت لك هذا تشكين في المجموعه الاولى لا خلي مسوي شله اللي دخلوا المجموعه الاولى عنصريين يا رجال انت لا لا هذه عنصريه اول شيء هذا هذا فرصه لك انك توضح انها نتنا هذه عنصريه ونتنا اي نعم وبعدين ما عزم اخوياك خمسة سندوتش على خشم على بلوكة على ايش بلوكة خمسة سندوتش بلوكة عسل بدون شطة بدون شطة مربى ولا هانية اذا عندك سالفة دق الجرس لا 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 كنت اول سفير ترى ما احترمك ولا مشيت عليك اقدرك يا ولا مشيت عليك الحين ترى ما انت بسفير ولا انت بشيء ما انت بسفير ولا انت بشيء ترى انت الشيء انت الشيء انت كرتين يا رجل والله ما العب شيء والله العب كرتين والله يفكر منه والله العب لا تمسكني ابي العب كرتين واخر عنه بس هو لا يخطي هدف خلاص عود من الشيطان السروال طول مستوى ابو امجاد يا اخي وش سروالي؟ لا لا يقول في غيبتك صرت البس الثوب مقلوبه ينشد على الغتره فوق راسي يا سلام في غيبتك سروالي يطول من الثوب يا عيال تدرون ابو ابراهيم خليل
سروال وحاط مخابي. او ليه؟ ما ادري. عمار قد صدم عيش. راجع عمليه نشل. انتشال. صدم عيش. نشل نشل. ليه؟ كل يوم مر بني سروال هنا يا ابو. هو هذا اللي يسرق معنا ابو. والله حاط شو اسمه سروال وبه مخابي. لا ابيض. سروال الاصيل. الابيض ايه. ترى في 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 سراويل كذا. اللي تجيك حق الصايد. انا خالي الله يرحمه. الله يرحمه. تعال تعال هنا تعال. انا اعرف التمهيد هذا عشان يسولف ما حد يقطعه. خالي جدي. اعرف التمهيد. استعطفنا اقاربه. خمسه بيض مقلي بدون شطه. ها تفضل. ها تفضل. دقت الجرس خمس مرات. يلا. تعالوا هنا يا شباب. بيمسك من الرند الحين. هنا هاني تعال. تعال هنا يا اخي. هنا قرب. نروح جنبها؟ تعالوا هنا. لا لا خلي خلي يفش ملغط حقه منك. لا عشان الكهرباء. عشان قريب منه. ها كهرباء فيه تفصيله هنا. فيه تفصيله. هذه هذه. لا تروح يا ابو مجد. ادري. لا تروح لا 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 خليك عندك لا البري الله يبشر بساعدك ابشر بساعدك وانا اخذ بطري راعي امشي بباص لاني اعزمكم اعزمنا اسمع عد بطري ذي شو اسمها وش وجود احد عد خمسه بدون شطه لو سمحت اي قل وانا اخذ بطري اي نوتيلا لا ما هي نوتيلا هذه ايش هذه مكدوس سندوتشات هذه ايش وش عندك يا اخوان احنا بنعرض النكهات اللي عندنا اللي يبغى كل واحد ياخذ نكهه اللي يبيها خليل والله على قدم وساق عنده تسريبات انه بيصير سفير عشان كذا مجهزنا بيتزا ومجهزنا اول ما قال سعد يوم قال قال شو اسمه خليل قال قال, قال شوف بديت من هنا وتري الاخوان واقفين عند الباب جايبين الاغراض في تسريبات حاضر خلي بكره اخو مطري راعيهم كان عاد الرقم 44 ما لا فسحه ولا ولا دق الجرس دق الجرس وقل سفر رنه يا هاني رنه 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 افحصوا طيب حسن ناحر ناحر هناك تفضل طيب الحين بعد شوي ان شاء الله باذن الله تعالى بنقدم لكم وجبات بين الله وجهه بان بان بطونكم وعصافير بطونكم تزغزق فلذلك خلاص روح جهز اذا جهز وش النكهات؟ النكهات عندنا نكهه الجبن والله وعندنا نكهه الشطه تفضل طول العمر انا جايك عطنا 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 من هناك وعندنا وعندنا انواع الشاي شاي بالحبق ايوه شاي بالنعناع استانس شاي ايش بالنعناع بيض الله وجهك حط ميكس 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 ايه حبق ونعناع ابشر طيب بعد شنو نكات شو اسمه استاذنا ايوه اصبر نكات ايه هاني نكات السندوتشات شنو هاني يا اخي انت تتكلم بدون جرس اسمع اسمع هنوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من يبغى اثنين؟ أنا اثنين والله نظامي كل شيء قاعد تتكلم بدون جرس أنت كم؟ سندوتش كم؟ خذ اثنتين مالك أنت كم؟ واحدة ايش رايك فيني؟ اثنين أربعة ستة سبعة ثمانية ثمانية سندوتش مع مع خمسة شاي تتكلم بدون جرس اسمعني حبيبي احنا عندنا الطلبية كل واحد واحد إذا خلص يطلب يا ابن الحلال ايش السفارة؟ ما يغطي السفارة هذه البخيلة ما يغطي والله حفاظا على رشاقتك دبي درس خلاص هاني وش النكات اللي عندكم يا اخي جبن بالسمسم هذا قبل الحلال لا لا لكن جبن بالسمسم جبن بالسمسم وخبز بالسمسم والله نظامي يعجبني يا وعندنا اضغط بالسمسم جبن بحب السوداء الله حب السوداء دينو تلا شيء السمسم السكريات ممنوعه اسمع انا سفاره الغندور ها يا اخو يتكلم بدون لا يضرب سندوتش اعطيني جبن كذا صافي اذا في مربى اذا في مربى في مربى خلاص اعطيني مربى اذا في مربى ربوجه سمتمون حلوه حلوه لان الجبن اللي عندنا ترى ازعجتنا كلها صامي توكل على الله لا والله حبيبي وشو يسمع يقول لي مطعم هاي نبي شاهي يا اخي اسمع عطنا شاهي الحين ومعك عطنا شاهي لو سمحت الحين هذا لا تعبي هذا لا تعبي هذا لا تعبي ناس اسرع نظام نظام تبون خبز بالضغط ولا بدون ضغط؟ ضغط لا هو سكر لحظه لحظه جبت لنا الضغط جيب لنا شاهي لو سمحت هاني نبي شاهي اخي عبد جرس يبلع هاني لا يحترق ترى عطنا شاهي من الحين عطنا شاهي من الحين واذا جهز السندوتش جيب شوف لا ما اضحك اضحك بدون جرس شوف قسم بالله ما لا تضحك بدون جرس يا ابو راشد لا 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 والله ما يحاسب يقول جلسة ميكس ميكس في بابونج ما يعرف اللي بابونج يقول بابونج في بابونج والله بادي ساحر هذا جديد الله يحرم المملحة هذا اسمع ميكس واحد ميكس يسبك انا انت غار منه صح تغار والله ما غار ابلع عادي ما غار ولا ما كاف شوف اللي تبي ايش اسمه ذا اللي طال عمرك
ايش قلت انا يا عندي ضحك عنده ضحك لازم يستاهل تغير بعد اسمع ويرجع علمه علمه ليش ضحكت علمه ما غار قلت ما كان فهمتها ما غار جبل اي خلاص ايش اللي قلت جبته انت ايش فيك على ابو خليل تقول ونج في نعناع في الشاحعه والله العظيم عنده تسريبات من الاداره هذه احلى تسريبات عيشه كلها كن حلال يا كيف على شد واتشات شايف عليها اخضر اكثر من الاخضر على راسك وما تعرفها وش لا لا بس صدق صدق اسمع اسمع عندنا سؤال بس سؤال سؤال كل هذا جهزته ولا عندك خبر تسريب انك زبون الغثيث هذا هو لا لا لا, لا عادي جاوبه جاوبني توقعت انك تكون جهزت المراد تذاكر ايش اي اكيد طيب معلم سعد الخبر كم دافع والله شوف اذا عندك اعتراض وجه الحامض حلو نرجع لموضوعنا احنا نوجه بكره بكره حامض حلو يلا كل على الصدام زي ما قالوا نرجع موضوعنا هذا حلقه انساها زين ركن رفاق الطلب تبي سندويش اعطنا 8 مع شاهي اعطنا 8 يا الغالي طيب خلاص هو اللي بيعزم مقابل انشر لكم على طيب. الرفاق يلا على الرفاق اذا تبي سندويش مع شاهي تنشر في رفاق على سنابك يا سلام اثنين سندويش مع شاهي تنشر في تويتر وفي سناب ثلاثه مع شاهي تنشر في تويتر وفي التيك توك وفي سناب تمام ما بدينا يا ولد تمام والله مبدعين اعطيت 8 سندويش مع 5 شاي و7 علي الحين 7 علي كلكم تنشرون انا بنشر انا عنهم يا اخي الحلف ما عليك عندكم عندكم فكره ما تبونها شيء فكرة طالبة منه منه ما عليك ما عليك يا سلام الشاي انا دقيقة انا مساعة غربت بتويتر وسنبت وفاتح تيك توك وسولف يا اخي متى هذا نواف قبل شوي حبيبي نواف جوالي معه صابرة صابرة قبل قبل شوي قلت صابرة نواف لا هذه لا تقلق في هناك 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 نحن نستطيع في اسم ما نبغى رجع هناك في اسم باذن الله رجع هناك نحن نستطيع في اسم هلا بدر والله خمسه هم نواف نواف ينشد عنك من اليوم نعم اقول وين ابو عاتق نواف الحب حبك والله تعبت ايش تبي؟ تبون خبزه 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 مشكل ولا خبز عادي؟ شمر عادي عادي شمر عادي 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 شكلها ثمانيه شكلها ثمانيه نقانق اربع اربع نقانق اربع اربع خبز حلال اربع حلال شكل اربع ابيض 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 ما اخذت طلب بدر الا اخذت استاذن شنو محمد ميكس ميكس جاي يغثهم بس ها شنو على رسول الله جاي يغثهم بمش جاي تغث الله يصيب لا تغث اخوي هاي توكل على الله صلى على رسول الله توكل على الله صلى يا خالد اسحبت يا خالد ما تقدر تجرس الا والله دق انا عندي قصيده اهدى لك انت اخوك احمد يا خالد دق بدر الجرس بعد يا اخو احمد بدر دق الجرس والله انا دق اللي تملك قبل مده هدى يا خالد يا اخو احمد احمد يا احمد يا اخو خالد خالد يا خالد يلي يتملك الله يتملك قبل مده الله احمد ولا خالد احمد يا احمد يلي يتملك قبل مده هو عندك في الذواقه وين يتملك قلنا يمكن يطلع ميا من وين يطلع من يطلع ميا مي يتملك ويرجع ميام ميام يعني ايام ميا الله يسعدك شو تفهم عليه شويه كمل القصيده اسعد ميامي حين وما سكوت اليد ميامي لا 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 ابو مجاد عنده مشاركه اي والله عندي مشاركه صلوا على رسول الله يا رجال اقوم عليك ترى انتم تجلس كل واحد عود يلا مدة هذه فيها ايش يلا ثاني بعدك يلا انا سمحت يد احنا في اخر الوقت على حبيبي بدر سكره سكره يا بدر سؤالي يرجو بنفسه من وسط دوري اي هات ساعة 3 الى 10 يا رب ام ساعة 3 يلا باقي ساعة و10 دقائق اعلمكم يوم يا مش يا مش لا تعلمهم هذا تكلم المستشفى يا مستشفى يوم يكلم المستشفى ايه ايه هذا يقول 12 ونص المصروع ساعة تشرب خلاص تشرب مات استاذ مصروع شوف 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 والله انك مصروع يا بدر 12 ونص يا شيخ شوفها والله تعال بالله شوفها طيب خربانه يا مسلم يا 250 دقيقه 3 الى 10 يا اخي قطعت السواليف يا اخي بدر قطعت السواليف يا اخي يلا ترى خربانه سالفه عنده هذا يعني من جد عنده انت عنده لا لا والله شوف 12 طق الجرس طق الجرس يا اخو طق الجرس طق الجرس طق الجرس يا مسلم سالفه عندك انا وافي شيء طيب انت خلاص قديم يا اخي ما في ما في وين اقعد راح عند صديقك من صديقك اللي يرسلك يرسلك تجيب علوم ليش من صديقي يا تلومني شكرا ايوه يمدك على ايوه ترى يرسل الحين مرسل ويجيب لنا علوم قبطت انا المهم ايش تكره ال يترك انا الحساسيات هذه تكره ما تكره اي ريجي انت تقول روح عند اخوي يلا بس توكل
اخلص دق الجرس خلاص عشان ما يقوم عليه دق لا انت واحد دورك دق الجرس دق الجرس اذا ضغطت عليه زي كذا وجاب ابوي بارد وجاني ترى صراحه لازم تمارين ما سويت تمارين فيه التهيت مع الشغل سبحان الله التمارين اللي عقب الاصابه تاثر بشكل غير طبيعي يعني اذا اهملتها هو شوف يقول لك الانسان الرياضي الريكفري اهم من العلاج ممكن تتعالج نفسك